انت بتقولي انا بحس ان يعني متألم وهي انت شايفها شايلاك. ها لاني تعبانه برضو كظروفها يعني، بس هي عندها اصرار عجيب انها انا ما بتألمش، ما إن... بيقش من رحمة انت ربنا. منوره، انت وشك الله منور، انت يخليك دخلتي كده شوفي الله يعني يخليك يا كده رب. خلقت لنا بهجه في لا انا المكان، فش سعيده حال قوي قوي ابنك. لما قالوا ان انا هقابل حضرتك، مش قادره اقول لك انا سعيده ده انا قد اللي ايه. اتشرفت والله. الله يخليك لو بايديا اديها الام المثاليه، وان شاء الله نكرمها في يوم عيد الام باذن الله في ربنا البرنامج هنا ان يخليك شاء الله الله، يخليك يا رب. وادعو كمان انها تكرم كام مثاليه لتعمل هذا العمل العظيم ربنا وتشيل يخليك ابنها من اول ما بيحبي لغايه ما دخل الجامعه او هيتخرج اهوت، تستحق كل احترام والله. الله يخليك يا رب. بتذاكر لوحدك ولا حد بيساعدك؟ ده انا بذاكر لوحدي الحمد لله. مفيش لحظة كده قلت كفاية بقى مدرسة وخلاص ما اديهوش لا الجامعة لا لا، عشان عمري الشيل؟ ما يئست من رحمة ربنا الحمد لله. مصممة ان كان يخش الجامعة. انا ما اتعلمتش، ونفسي ان هو يتعلم وكمل علامة. انا كنت اساسا كنت اتفصلت من الجامعة، لان انا قعدت سنتين ما اروحش الجامعة بسبب ان انا كانت رجلي دي كانت اتكسرت نصين، وركبت فيها مسمار نخاع، فضلت 7 شهور في الجيبس. هي جت هنا القاهرة من شيخة الأزهر، وفضلت تجيب ورق وتجيب وتودي ورق لغاية ما رجعوني. أيوة حاولت لما رجعت لما كانت رجعوني لما لأن أنا كان فاضل لي سنة واحدة بس، فأنا امتحنت الترم الأولاني وفاضل إن شاء الله الترم الثاني. نفسك بقى لما تخرج تشتغل ايه؟ والله بقى على حسب اللي يبعته ربنا، بس أنا أهم حاجة عندي يعني قبل ما مش عايز أرنب سنة الأول، انا عايز الاقي يعني ايه على طول بتدعويها بتصلي بسمعي انها نفسها تطلع تحج او تعمل عمره. انا لو بايديا اشتغل على كتافي وده لغايه الكعب. شوف ازاي ده، ايه الكلام الجميل ده، ده كلام الحمد رائع لله. جدا. طب انت نفسك في ايه لما بعتت انك كنت عايزه انا ايه؟ نفسي له في كرسي كهربا. كرسي كهربا؟ ليه بقى؟ عشان يساعده مع المشي بدل ما تشيلي صح؟ ونفسي لما يتخرج يتوظف، دي أمنية حياتي. وظيفة حكومية، معلش يعني أنا جوز راجل فلاح على قده، يعني لو إحنا توفانا الله يلاقي حاجة إن هي تعول وما يحتاجش لحد. عموما بص يعني إحنا النهاردة في نص شعبان، يوم مبارك. وأنا يعني كنت برضو استشفيت كده قبل حضرتك، متشرفين أنت عبد المنعم على بعد إذنك دي أحسن. يعني كان عندي كده اعتقاد يعني ان موضوع الكرسي المتحرك ده ممكن يكون، فانا يعني حضرتك يا رب جبت له هديه بسيطه ربنا يخليك، عباره عن كرسي كهربائي ربنا يخليك يا رب. متحرك، مقدم استاذ محمد فرغالي المدير العام لمؤسسه الجود. استاذ محمد ده يعني ده كرسي عبد المنعم كهربائي يطلع قدام وهيعلمك عليه دلوقتي ويرجع لورا عشان وانت خارج بقى تركت على الكرسي ان شاء الله. وان شاء الله ربنا يكرمنا كده ونقدر نشوف بعد ما يتخرج نقدر نساعده ازاي ان شاء الله باذن الله. بس يا ريت تعلمه بقى الكرسي كده. ده الكرسي اللي انت عايزاه؟ كويس يعني؟ طيب ممكن لله. نجربه كده نعلمه له؟ فضل من عند ربنا الحمد لله. بس مامته تشيله احسن عشان بس ما يحصلش بقى. على مهلك عليه، على مهلك على مهلك عليه ولا يهمك، سيبي انا اشيله، انا اشيله، سيبي 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 سيبي. جرب بقى كده و لا هو ما شاء الله ذكي، ها هيعرف يمشيه. تمام الكرسي؟ تمام يا دكتور. مظبوط؟ كلمش من حضرتك. مبسوط؟ الحمد لله الحمد لله. يعني اللي بسطنا اكتر ان احنا شفنا حضرتك. لا ده انتوا اللي اسعدتوني والله بجد، انتوا كده اسعدتوني، وبتشكر ليك انك انت جيت، وشكرا لمؤسسه الجور والاستاذ محمد فرغالي على ان هم يعني اهدونا هذا الكرسي. ربنا يبارك فيهم يا رب. لعبد المنعم كل سنه وانتم طيبين وانت طيب، وان شاء الله شهر كريم عليكم.
يا رب. وانت نورتني وانت تقعد تدعي لي النهار لست الاميره دي. اهدي 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 بقى الام الحقيقيه يعني النموذج ده عمره كله عمر ما وفاه جميل. ربنا يخليها لك. الله يخليك. شرفتينا حضرتك. الله يخليك. وكل سنه وحضرتك بألف خير. ودي هديه بسيطه من برنامج شعب مصر كله بخير يا رب. يا رب. ربنا يبارك فيك. حلقتنا النهارده حلقه الخير مستمره، تحقيق الامنيات في حلقه نص شعبان مستمره. تابعونا بعد هذا الفاصل القصير.